هذا هو الجمهور الحقيقي الغاوي. يلا هذه الاجواء. عليهم هلا. خليني بالبدايه اسالك عن الاجواء، كيف تنظر اليوم الجمهور العراقي حاضر بقوه في سوق وابل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك والاخوان بالسيريو. اليوم الجمهور العراقي محتل الدوحه ومحتل سوق واقف. على الاعلام العراقي وعلى القنوات الفضائيه اللي جايه بالدوحه هنا، ترك المشاكل واحد، وعلينا ان ندعم المنتخب من الان لان مباراتنا مهمه مع اليابان. الجماهير مستعده استعداد تام، يوم غد يتم توزيع دريسات وتذاكر للمعده تذكره، وان شاء الله ان شاء الله مستعدين كافه الاستعداد لهذه المباراه المهمه. انتوا اليوم متفقين كرؤساء روابط، نعم، على دعم المنتخب الوطني، نعم، بعيدا عن كل الامور اللي تحدث، نعم، بعثه المنتخب، نعم. يعني احنا لازم هذا، كل المنتخبات فيها مشاكل، بس انا اتعجب يعني على الاعلام مالتنا بالاخص. كل المشاكل، كل المنتخبات فيها مشاكل، يعني احنا لازم نوقف مع المنتخب. المنتخب داخل معترك الاسوي، ولازم نكون معاه، وان شاء الله ان شاء الله نحقق نتيجه ايجابيه ونتاهل للدور الثاني. خلينا ننتقل الى رئيس ابطالك اسيا، تذكرين احنا ابطالك اسيا. خلينا ننتقل الى رئيس، خلينا نسمع رئيس رابطة مشجعي الناصرية. جميل حديث احمد رئيس رابطة مشجعي الديوانية. مثل ما تعرف احنا اليوم الجماهير اجت بكثره ونزلت طيارات كلش هواي. احنا اليوم ما عندنا هي بس نقطه واحده، هو دعم المنتخب الوطني. المنتخب الوطني اليوم يحتاج وقفه جاده من ابناء البلد. المنتخب اليوم يعني عجيب، احنا انا مستغرب انه انا اللي ذكرها صديقي انه ليش احنا الوحيد المنتخب اللي راسه تطلع اعلاميا تطلع المشاكل مالته. كل المنتخبات بها، كل المنتخبات بها مشاكل وبها كذا، ما عدا احنا المنتخب مالتنا راسا تطلع للشارع والصز. اليوم المنتخب انا حسب ما سمعت وحسب حتى شفت اللاعبين انه مصرين على الفوز، واحنا نقول لهم وياكم وان شاء الله انتم ابطال وراح تحققون اللي احنا اللي جايين عليه، رغم انه هاي المصاعب اللي تعرفون التذاكر، التذاكر غاليه. انا اتمنى على الجميع من حكومه من الشعب من الوقوف المنتخب حتى تكون صوره واضحه قدام الجمهور. انتم كرؤساء روابط من جميع المحافظات حضرتوا واتحدتوا حتى تدعمون المنتخب الوطني. طبعا هذا اليوم احنا هذا واجبنا، هذا واجبنا انه احنا اليوم نحط ايدي بايد من اجل المنتخب. المنتخب اليوم بعازة جماهيره، واحنا اذا ما نحط ايدي بايد ما راح نوصل للي احنا نريده. احنا اللي نريده انه المنتخب يرفع راسه ويرفع راس البلد. اتمنى من الجميع انه يوقف راس هذا المنتخب، منتخب شاب ومنتخب قوي. شنو الامور اللي حضرتوها يوم الجمعه؟ جماهير حضرنا، انا بالنسبه لي كرابطه مشجعين نادي الناصريه اشتريت لهم جبنا تذاكرنا وفرناها، خاف ما تتوفر احنا وفرناها، رغم انه رئيس الاتحاد المركزي سعد نادر جار بالاجتماع مالته قال انه انا راح اوفر البطائق لكم، اللي اقدر عليها راح اوفرها لكم. مشكور الرجل، رغم انه هو مشغول بالمنتخب، بس التقى بينا وتعهد انه راح يوفر بطائق للباقيين. ان شاء الله راح اشوف الملعب ممتلئ بالعراقيين الابطال وجمهورنا، وان شاء الله كل زين. العراق في داي، خل تسمع داي قينا هو بعد. العراق في داي، خل تسمع داي. العراق في داي، خل تسمع داي. الابيض عاشقينا هو داي. وصلها لليابان، لليابان، لليابان. ها اخوته وبعدها وبعدها وجو علي الاسد يريد يا باري، علي الاسد يريد يا باري، جو علي الاسد يريد يا باري، جو علي الاسد. حمودي شلونك حبيبي؟ حبيبي حمودي، اجواء جميله جماهير. طبعا انت تدري احنا اول شيء السلام عليكم ابو عباس حبيبي، تدري احنا من يوم واحد هنا، من يوم واحد، من يوم واحد والله العظيم انا من يوم واحد هنا. بالنسبه لي جماعتنا رابطه نادي كربلاء ابو ماجد وجحفر اجوا تقريبا يوم 11 بالشهر. احنا جايين على شنو؟ على مود الاسود، يعني رابطه المنتخب العراقي مع المنتخب
رابطة نادي كربلاء مع المنتخب الوطني وتآزر المنتخب الوطني، ونريد نشد من اللاعبين من أزرهم ونقول لهم هاي المباراة احنا واقفين معاكم، وفي يعني في ظل الظروف اللي موجودة نقول لهم ان شاء الله نتيجة طيبة والجمهور منتظركم، نرجع ويرجع ويانا الكاس، وان شاء الله ان شاء الله نرجع.